عليكم ورحمة الله. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمعاق، نظمت جمعية الحياة للأشخاص في وضع إعاقة يوم تواصلي تحسيسي. تمثل كان البرنامج على الشكل التالي: أولا كانت ورشة رياضية تمثلت في العدو الريفي بالحلبة، شارك فيها ما يزيد عن 20 مشارك فحسب الفئات. كان الفئة الصم أقل من 10 سنوات، فئة الصم ما بين 10 سنوات و 15 سنة، فئة الإعاقة ثلاثي الصبغي أقل من 10 سنوات، فئة ثلاثي الصبغي ما بين 10 سنوات و 15 سنة، فئة إعاقة حركية أقل من 10 سنوات، وفئة إعاقة حركية ما بين 10 سنوات و 15 سنة. كما كانت هناك ورشة بتنظيم مركز محمد السادس تمثلت في قافلة طبية، تمثلت مجموعة من الفحوصات. أولا كان الطب العام، ثم التخصص في الترويض الطبي والترويض النطق وبسيكوموتريسيتي، وكذلك كانت هناك ورشة للرسم من تنظيم مركز محمد السادس، ثم كانت هناك ورشة للحلاقة العصرية من تنظيم مؤسسة بي جي بالعيون. جزيل الشكر لهم في إنجاح هذه المدارة. استفاد مجموعة من الأطفال هنا، أذكر كان هناك أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أطفال ليس لديهم إعاقة. كما كانت هناك ورشة تربوية فنية تمثلت من مجموعة من هازيج وفولكلورات. وبهذه المناسبة أشكر جمعية النسيم التي قدمت عروض فولكلورية محلية جد متميزة، وكذلك جمعية البهلوان لمدينة العيون، وكذلك مؤسسة لا أذكر الاسم. مهم، مجموعة من الفعاليات الجمعوية من مدينة العيون شاركت في هذا اليوم، وقد كان نجاحا بالنسبة للفئة المهمشة التي تتمثل في الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذه المناسبة أود الإشارة إلى شيء مهم: تفتقر مدينة العيون إلى مجموعة من البنيات التحتية وبالخصوص المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء من ناحية تاع المسالك أو ما يسمى بالولوجيات أو بالمراكز الشبه طبية بالخصوص المتعلقة في مراكز للترويض الطبي المبسط. نحن هنا أريد الإشارة إلى لا نطلب شيئا معقدا أو شيئا متطور جدا، وإنما مراكز للترويض. فلدينا كفاءات ولدينا قدرات، ولكن للأسف المراكز التي يمكن فيها تطوير هذه القدرات غير موجودة. كما أود الشكر بمجلس البلدي على الالتفاتة التي قدمها، وهي عبارة عن توفير لنا هذا المكان وبعض المساعدات. وكذلك نشكر بهذه المناسبة السلطة المحلية التي دعت أن ننجز هذا النشاط. كما كذلك نشكر كل الفاعلين الجمعويين، وكذلك نشكر الإخوة الإعلاميين الذين غطوا هذا اليوم. وبالنسبة لنا نحن هذا يوم مبارك نحتفل به كل سنة، والذي يتمثل في اليوم الوطني للمعاق الذي يصادف 30 مارس من كل سنة. وكما نشكر بهذه المناسبة الهلال الأحمر المغربي من ساوريت الذي ما فتئ أن أتى إلى مدينة العيون وشارك بمجموعة من الأنشطة، وكذلك مركز محمد السادس للمعاقين بوجدة، وكذلك جمعية غد أفضل للصم بتاوريت الذين شاركونا مع هذه الفرحة، وهي فرحتنا وفرحتهم، فرحة مزدوجة، فرحة اللقاء مع إخواننا الذين يعانون في نفس المجال، وكذلك فرحة بالنسبة لهذه الفئة، إذ من هذا اليوم يمكن لنا التواصل مع مجموعة من الفعاليات. وأود الإشارة هنا إلى الإخوة المسؤولين في مدينة العيون أن يلتفتوا ولو التفاتة بسيطة ولو نظرة مبسطة إلى هذه الفئة، فهي مهمشة من ناحية الجسدية وكذلك من ناحية الثقافية. وأود أن يساعدونا على التخفيف من معاناة هؤلاء الإخوة، فهم إخواننا وأباؤنا وأبناؤنا، ونحن بالذات يعلم الله. فمن البديهي أو من الممكن أن يتعرض أي شخص لإعاقة، فالإعاقة تتمشى معنا والإعاقة مصاحبة لنا في كل يوم، ولهذا نطلب منهم أن يوفروا لنا أبسط
أبسط الإمكانيات والمتمثلة في مراكز شبه طبية خاصة للترويض الطبي. وشكرا.